Mais ben c'est ça aussi. Je peux... بالعكس نتمنى كان كنت متوقع يكون في عدد اكبر، لكن انتم يكون العدد كما يكون الرغبه في العطاء في تشجير الشيء حيكون اكثر من الناس اللي يبون اقل. فاليوم تديروا شنو تديروا؟ انه يكون في كل زوز مترو حيكون في نبته. اولا تبدا حين نحفروا حيكون في وحدين شادين الحفر، وفي وحدين شادين السقي، وفي وحدين شادين النبته. احنا اليوم جايين لحي الانتصار نديروا في حملة تشجير بالتعاون مع بلدية أبو سليم ومؤسسة غصون. اليوم احنا حاضرين باش نزرعوا 125 شجرة في الحديقة هذه. طبعا احنا شغلنا بدنا من شهر 9 اللي فات نشتغل على حملات تنظيف ورش عمل للطلاب في المدارس اللي تزيد التوعية على التلوث وعلى المشاكل البيئية. لحد الآن جونا عدد كويس من الناس، في هلبا شباب يبوا يساعدوا وإن شاء الله نقدروا نديروا حاجة كويس. هي بس لا ما حبي ترى اولها يا سيد رمضان